هل في الأول تصنيف للمجتمع المدني؟ يعني هل مفروض المجتمع المدني يتكون مثلا برضو من ثلاث عناصر اللي هو العمل الأهلي والعمل الخيري والعمل مثلا التنموي والسياسي والتثقيف؟ يعني في تشكيلة ولا هي مفتوحة برضو على حسب اهتمامات كل العاملين فيه؟ بص أنا بس تكملة حضرتك، أنا بشوف أنه إحنا في عندنا فكرة مشكلة الجماعية في العمل كمان، يعني المنظمات بتعمل بشكل فردي. فكرة الجماعة وثقافة العمل الجماعي مش موجودة، كل واحد بيشتغل في حتة بشكل فردي. دايما بنقول أن المنظمات لما بتشتغل مع بعض في تبادل خبرات ومشروعات مشتركة، ده بيدي قيمة للعمل وبتغطي للأماكن الأكثر. خلينا نرجع دايما ونقول أولا، هل هم منظمات فعلا؟ يعني ينطبق عليهم كلمة منظمة وعمل مؤسسي وفي منهج وفي برنامج عمل، ولا هي قصة أن 10-15 واحد اتجمعوا وقال لك يلا نعمل جمعية؟ هي دي موجودة، ولكن برضو استمر في منظمات، ومنظمات بتشتغل بشكل محترم جدا. الفكرة برضو في شورتش حاصل لمنظمات كبيرة. منظمة كبيرة لما بتوصل لحجم معين ما بتجيبش حد صغير معها، بتفضل ان هي تشتغل بشكل فردي. انت النهاردة محتاج ان لما انت تكبر تاخد تحتيك مثلا او حواليك 10-15 منظمة يشتغلوا معاك، تدرب كوادر، ترفع من امكانيات الموظفين، وبالتالي انت بتعمل بتوسع الدائرة ان انت تخدم اكتر. كمان في نقطة الاعلام. الاعلام الحقيقه لا يسلط الضوء على العمل التنموي بشكل كافي. التسليط الضوء فقط على المنظمات، لو احنا نتكلم عن المنظمات الحقوقيه ومشاكلها، وده بيدي نظريه التعميم. النهارده كل زي ما حضرتك قلت، كل بيشوف ان المنظمات دي منظمه عميله. فكره اخرى، حته العمل الخيري. احنا عشنا فتره من الزمن للاسف شديد ثقافه العمل الخيري. احنا بنقول كل ما هو شاب من 18 40 45 سنه المفروض ان هو لا يحصل على مساعده خيريه، قادر على العمل يجب ان يعمل. عشنا هذه الفتره دي اثرت بشكل كبير جدا، كنا بنحاول احنا نغير المفهوم دوت. يا جماعه المنظمات التنمويه، العمل التنموي هو التنميه المستدامه، الحق في العمل، ما تديش حد مساعده. هو ده حاجه دايما كمان، انه في رايي ما اعرفش هتصحح لكلامي، انه فكره العمل الخيري او العمل اللي فيه مساعده عندنا في مشكله في الثقافه او في الفهم شويه. لانه بالنسبه لنا العمل الخيري ان انا يمكن ده كويس بس مش صح في وجهه نظري، اللي هي فكره ان انا اساعد حالات. انا رايي ان المساعده العامه هي الافيد. يعني حتى هنا انا في البرنامج بحاول طول الوقت، يتقال لك مثلا عندنا حاله مرضيه بجيلنا عايزه مساعده كذا. لا، لو عرفنا نعمل مساعده عامه لعلاج قطاع معين من الناس يستفيد منه 1000 2000 3000 افيد بكتير من ان انا اساعد واحد يعمل عمليه او واحد يعمل كذا. بالظبط. يعني حتى فكره العمل الخيري عندنا مش ثقافتها مش واصله قوي، مش موجوده بشكل كبير. انا دايما اقول العمل الخيري او المساعدات الخيريه يجب ان تذهب للمستحقين. واحد مش قادر يشتغل، واحد ما عندوش دخل، بتعمل له دراسه وبتتاكد ان هو لا يستطيع ان يحصل على اجر او مقابل مادي، فبتدي له. النقطه الثانيه كمان حضرتك، الجزئيه بتاعه يعني اتكلمنا على موضوع العمل الخيري. المنظمات بيشتغل، او هو واحد جاله فكره منظمه، الدراسة بقى، طب أنا النهاردة مفيش تمويل كبير زي ما الدكتور قال من الحكومة، أنت عندك مصادر تمويل؟ يجب أن تحصل على مصادر تمويل الأول، ويجب أن تكون سليمة وشرعية عشان تبدأ تشتغل. فكرة المنظمة إن أنا أعمل منظمة وربنا يبعت، ده مش سليم بالمرة. يعني الفكرة إن أنا النهاردة عندي، لا مش ربنا يبعت، هو عارف هتيجي منين فلوس، يعمل وعارف السكة، عارف هيجي منين وعارف. وفي بعض المنظمات وكثير من المنظمات ما بيكونش ليه مصدر، يقول بس إحنا نعمل كيان ونبدأ نعمل شوية اتصالات، واللي هيجي اللي هيجي ده بقى جاي منين؟ شكله هو ما عندوش مشكلة، أهم حاجة إن هيجي ونشتغل. تمام.